بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نجدد الترحاب بكم في هذا الحفل العلمي المحتضن من قبل مؤسسة جورج فاني. إن تخليد يوم العالمي للغة العربية من أهم المرتكزات التي تتبناها مؤسسة جورج فاني. فاللغة العربية هي النبراس اللغات وفخر الأمم وأصالة العرب والمسلمين. يشكل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية حدثاً بارزاً في تاريخ الأمة العربية. أحمد، مدرسة جورج فاني في الحي الحسني، مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، تحتفل بالذكرى 50 لاعتراف الأمم المتحدة باللغة العربية كلغة رسمية. أنتم شنو المجهود اللي درتوا في هذا الإطار هذا، وشنو نوع تاع الاحتفال اللي دايرين اليوم؟ أولا هي محطة لإبراز أهمية اللغة العربية بالنسبة لنا احنا، تحسيس الأطفال وإشراكهم في إنتاج بعض المواضيع فنية ثقافية اللي كتحسسهم بأهمية اللغة العربية وإبراز الأهمية ديالها كموحد للشعوب العربية في ظل هاد الاضطرابات اللي كيعيشها العالم. هو نداء كذلك من أجل توحيد الشعوب وسط هاد العالم اللي أصبح يعيش اضطرابات كثيرة. نتمنى أن تكون محطة فعلا لإعادة النظر في وحدة الشعوب العربية لأجل النهوض بالشعوب العربية قاطبة. عادة يعني القطاع الخاص في التعليم الخصوصي تركز على اللغات الأجنبية اللي اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية، واللغة العربية تبقى كما قلتي في المرتبة الثانية ولا الثالثة. أنتم يعني شنو المجهود ديالكم داخل هذه المؤسسة يعني بالرقي بهذه اللغة العربية بالذكرى 50 ديالها الاعتراف ديالها بالأمم المتحدة؟ وهي اللغة العربية هي لغة رسمية للبلاد، احنا كنعطيو أهمية اللغات. سيفري كل الطفل في من 5 سنين والفوق كيكون قابل أنه هو يتعلم تل 5 لغات. اللغة العربية لغتنا كنعطيوها أهمية كبرى، لا في القراءة لا في الكتابة لا في التعبير. وعندنا مجموعة من ليزاكسيون بيداغوجيك اللي تحسيس التلاميذ بأهمية القراءة، منها أسكت نحن نقرأ واحد ربع ساعة 15 دقيقة يوميا للقراءة، منها قراءة قصة في الأسبوع، وكذلك المشاركة في بعض المسابقات بحال تحدي القراءة وبحال ديرالي في القراءة في اللغة العربية. دونك اللغة العربية هي لغة مهمة ولغتنا، واللي ما عرفش اللغة ديالو راه ما يمكنش يعرف اللغات الأخرين.